بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله، صلاة وسلاما تشرح بها صدورنا وتبلغنا بها مأمولنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله ابن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، دفين مصر المعمورة في سفح المقطم، رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قرأنا بالأمس حديث وفد عبد القيس، وهو الحديث السابع في هذا الكتاب، وكنا تطرقنا إلى أن المفتي غير الفقيه، فهناك فرق بين حكم الله وبين فقه حكم الله وبين فتوى حكم الله، ثم بعد ذلك بين القضاء. لازم تعرف الفروق دي. مرة عملناها سبق يعني خطبة جمعة، ما عرفش الناس فاكرها ولا لا. حكم الله حاجة، وفقه الفقيه حاجة، وفتوى المفتي حاجة، وقضاء القاضي حاجة، كل حاجة مختلفة، وكل ده في سلك واحد أو في دائرة واحدة، وهي إيه؟ شرع الله، دين الإسلام. كويس، فلازم نعرف الفرق علشان ما يجيش فقيه يعترض على مفتي، ومفتي يعترض على قاضي، وقاضي يعترض على فقيه، وبعدين نبقى شكلنا مسخة أمام الأمم. يقول لك المسلمين يختلفوا مع بعضهم البعض في الأصول وفي الفروع، يبقى إذا كانوا مختلفين في الأصول والفروع يبقى لا يصلح أن هم يهيمنوا على مقدرات الشعوب ويحكموا بما لديهم من شرع الله، وهم عايزين يوصلون لكده. اللي هم ما درسوش الشرع ومش فاهمين الفرق بين هذه الأشياء عايزين يقولوا للناس إن الدين ده مطلق والناس أحوالها نسبية، فكيف نحكم المطلق في النسبي؟ فده محال، يبقى لابد الحاجة النسبية متغيرة يحكمها شيء متغير، والدين ده مطلق، فما ينفعش أجيب الدين المطلق يحكم النسب، يبقى اعزل الدين، اعزل الدين. هذه طريقة تفكيرهم للأسف، وكثير ممن يعني يتسمون بأسمائنا ومن بين جلدتنا ويتسمون بالمسلمين ويقولوا الكلام ده للأسف، لأنه خال عليهم هذا المعنى، لأنهم تعلموا على موائد المستشرقين، ما تعلموش على موائد علماء الدين. حكم الله هو خطاب الله تعالى الأزل القديم قبل ما يخلقنا، ده حكم الله. حكم الله قديم وإحنا حادث، فالفرق بين حكم الله وبين الشرع والفقه ان الفقه متعلق بحادث، وحكم الله ده قديم. حكم الله هو خطاب الله تعالى، وخطاب الله تعالى قديم، المتعلق بأفعال المكلفين، تعلق قبل ظهور المكلفين أي قبل خلقهم، تعلق يسموه تعلق إيه؟ تعلق صلوحي قديم، يعني صالح أن يتعلق دون أن يظهر التعلق. كما أن هناك رجل مثلا لم يتزوج، صالح أن يكون أبا لكن لم تظهر فيه الأبوة بعد، فإذا تزوج امرأته حملت ونزل الواد وأب، لكن قبل كده كان أب برضو بس إيه؟ بالصلاحية مش بالتنجيز. يبقى خطاب الله تعالى ده قديم قبل خلق الخلق، متعلق بأفعال المكلفين، تعلق صلوحي قبل ظهور المكلفين وتنجيزي عند ظهور المكلفين. سهل، يبقى متعلق بأفعال المكلفين على سبيل التخيير أو إيه؟ هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على سبيل الطلب أو إيه؟ أو التخيير، والطلب يدخل فيه الأمر والنهي، والتخيير يدخل فيه المباح. كويس؟ أو الوضع، والوضع عشان يجعل الشيء شرط أو سبب أو مانع
او صحيح او فاسد او غير من ذلك. كويس، يبقى ده يبقى عرفنا ان احنا ان خطاب الله تعالى اللي هو حكم الله ده قديم، لما تعلق بافعال المكلفين صار له وجهه قديمه ووجهه حديثه. كويس، وجه قديم بتعلقه بالله انه من الله خطاب، ثم اذا ظهر الحادث فصار له وجهه حادثه وهو ان يحكم على افعال المكلفين بالحل او الحرمه او الوجوب او الكراهه او الاستحباب. واضح؟ سهله دي. يجي بعد كده لما ربنا خلقنا وادانا الخطاب ده على لسان الانبياء وعرفناه في القران والسنه وخلق المسلمين، المسلمين اصبح منهم علماء يقروا خطاب الله يفهموا منه احكام الله يسموهم فقهاء. يبقى الفقيه هو اللي بيقرا خطاب الله يعرف منها ما هي احكام الله على افعال المكلفين المختلفه دون ان يضعها على مكلف بعينه. واضح؟ زي بالظبط الصيدلي يدرس جميع الادويه وعارف خصائص الادويه لكن ما يقدرش يدي الدواء ده لبني ادم معين مع انه عارف خصائص الادويه. واضح؟ فيبقى الصيدلاني ده فقيه، فقيه في الطب لكن ليس بطبيب. واضح؟ يبقى الفقيه يعرف حكم الله للأفعال المختلفة في الأحوال المختلفة دون أن ينزلها على مكلف بعينه. واضح؟ كل اللي يقعد يعرف كتب الفقه يبقى كده، ما ينفعش يبقى مفتي، بس يدوب يعرف يجي له واحد كده يقول له انا عملت كذا ايه حكم الله في هذا الكذا، يقول له اه ده واجب، صليت الصلاه واجبه، ما صليتش حرام. فهمتني ازاي؟ بس خلاص يقدر يوصف له فعله، ده غايه ما يستطيع الفقيه. المفتي بقى لا، المفتي هو الطبيب الذي يستطيع ان هو يفهم حكم الله فقها ثم بعد ذلك يطلع على أحوال المكلف الخاص ده اللي جاي يستفتيه في المسألة دي، وأحواله بتختلف باختلاف معايشه واختلاف سنه باختلاف ظروفه، وينزل عليه حكم الله في الحالة دي في اللحظة دي في الوقت ده بس. واضح؟ يقول له أنت تعمل كذا دلوقتي، فيقول له أنا جعان ومش لاقي أكل وإحنا في مجاعة، المفتي يقول له كل ميت لأنك لو لم تأكل الميت في مجاعة وتركت نفسك للموت يحرم عليك، فيصير أكل الميت في حقك في هذه اللحظة واجب. زالت المجاعة يحرم عليك أكل الموت في هذه الوقت. فهمت ازاي؟ بتتغير الأحكام أو بتغير أحوال المكلف، دي شغلة الفقيه المفتي. يبقى المفتي طبيب والفقيه صيدلاني، المفتي ترزي يفصل لك الحكم على مقاسك، والفقيه بيع قماش يبيع القماش وخلاص بالمتر، يصلح ان يتفصل لست للراجل لراجل لعيل صغير، تعمله بياضة تعمله ملاية اعمله اي حاجة، صالح لأي حاجة بقى. ادي الفرق بين الفقيه والمفتي. امال ايه القاضي؟ القاضي هو يبين حكم الله في قضية فرعية متعلقة بمكلف أو اثنين أو ثلاثة لفض نزاع على سبيل الإلزام، لفض نزاع على سبيل الإلزام. يبقى المفتي كلامه مش ملزم، يعني ممكن أروح استفتي عالم وبعدين ألاقي فتوته صعبة عليا مش قادر أستحملها، أروح لعالم تاني أستفتيه يقوم اجتهاده التاني يريحني أو ما أخذ على فتوته دي، لأن كلام المفتي غير ملزم. لكن القاضي كلامه ملزم، حتى لو الحكم مش عاجبني هيتنفذ على رقبتي. واضح؟ يبقى الفرق بين القاضي والمفتي ان القاضي كلامه ملزم لفض النزاع، والمفتي كلامه نصح اجتهاد لا على سبيل الالزام. واخد بالك؟ دي خلاصه المساله. اما يجي بقى يعترض فقيه على مفتي يبقى ما يصحش، كاعتراض الصيدلاني على روشتة أدوية من طبيب، يقول للمريض هو الدكتور كاتب لك ليه الدواء ده؟ يرضيك الكلام ده؟ يعمل كده الصيدلاني يرضيك؟ عارف لو عرفت كده كلية الصيدلة تسحب منه ترخيص مزاولة المهنة وتحوله للتحقيق، ازاي تعترض على طبيب؟ فهمتني ازاي؟
يبقى لما يجي يعترض الفقيه على المفتي كاعتراض الصيدلاني على الطبيب، فيبقى لازم الواحد يعرف منصبه. فتيجي الوقت مثلا المفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة يقول فتوى معينة متعلقة بمسألة معينة في لحظة معينة، يجي لك فقهاء من الأزهر يعترضوا عليه، ما ينفعش تعترض عليه أيها الفقيه. ليه؟ لأن أنت صيدلاني وهو طبيب، فالصيدلاني ما يعترضش على الطبيب، واضح؟ لكن لما يجي فقيه مفتي آخر له أن يجتهد اجتهاد آخر دون أن يعترض، يقول أنا وجهة نظري في المسألة دي كذا وأنت وجهة نظرك كذا، لكن ما يتخانقوش مع بعض وما يهزقوش بعض. زي إيه؟ سيدنا سليمان وسيدنا داود، الاثنين أنبياء في بعد النبوة، ومش كده وبس، وربنا كمان علمهم الحكم القضاء في بجانب النبوة، علمهم القضاء. تيجي قضية واحدة سيدنا داود يحكم فيها بحكم، ونفس القضية سيدنا سليمان يحكم فيها بحكم، قعدوا بقى يتخانقوا مع بعض وقعدوا يشنعوا على بعض؟ أبدا. ففهمناه سليمان وكلنا أتينا حكما وعلم. يبقى ممكن أن المفتي يختلف مع المفتي في الاجتهاد، ويبقى الاثنين عند الله في أمان ومأجورين، في حين أن ده كلامه مخالف لده، لأن دي فروع. فهمت بقى المسألة؟ طول عمر المسلمين عايشين بالطريقة دي ومتعلمين علوم الدين، بياخدوا قسط من علوم الدين في الأول في بداية الحياة، لأن ما كانش في علم في بلاد المسلمين في أي مجال في الحياة إلا وتمر على علوم الدين الأول، وبعد كده ايه بعد ما تمر على علوم الدين في الاول، ده يبقى مهندس، ده يبقى بنا، ده يبقى ميكانيكي، ده يبقى دكتور، ده يبقى محامي. بس المهم في 10 سنين من العمر في الاول لازم الكل يعدي على علوم الدين. فكان منظار الناس كلهم منظار واحد، بيبصوا للحياة من منظار ديني واحد. لما جاء اللورد كرومر في مصر وعمل لك التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، بقى فيه ازدواجية في التعليم، بقى في ناس تمر على علوم الدين فتتشرب علوم الدين فتنظر لكل شيء في الحياة بمنظار الشرع، وفي ناس تانيين اتعلموا علوم مدنية من صغرهم، واخد بالك؟ فبينظر للدنيا مش بمنظار الشرع، بمنظار خبراته وثقافته وفهمه الخاص، فأصبح فيه هناك ازدواجية في الآراء. عشان كده تبص تلاقي واحد من عالم أزهري يقعد مع مفكر ما تعلمش في علوم الدين، يقعدوا لو قعدوا سنة مش هيقنعوا بعض، لأن كل واحد باصص بمنظار مختلف تماما. ولو استضفنا الاثنين في برنامج كل يوم ساعة لمدة سنة لا يزالون مختلفين لازدواجية النظر. فآدي الشغل اللي بدأ أعداء الإسلام يفتوا في عضد المسلمين بإدخال علوم أساليب تعليمية مختلفة عن أساليب تعليم الدين، علشان يبقى في ازدواجية في النظرة، بحيث ان يبقى المسلمين يتنافسوا فيما بينهم، واخد بالك، ويختلفوا في الاصول وفي الفروع وفي كل حاجة، وهم بعد كده اعداء الاسلام ياخدوا اللي هم عايزينه ببساطة. فهمت بقى الازمة اللي احنا فيها دي باختصار؟ نيجي نشوف هنا الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عباس باسنادنا المتصل عن مشايخنا للامام البخاري رحمه الله تعالى وجزاهم الله عنا خير، بإسناده المتصل في صحيح إلى سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من القوم أو من الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامة. فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.
ونهاهم عن أربع: الحنتم والدباء والنقير والمزفت. وربما قال المقير مكان الإيه المزفت يعني، لأن القار هو الزفت، نفس الحكاية، يعملوا الإناء ويدهنوه بقار أو زفت فيسمى مزفت أو يسمى مقير، معنى واحد. وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. تكلمنا على كلام سيدنا ابن أبي جمرة وتعليقه في 9 أوجه بالأمس. الوجه العاشر اليوم: في هذا دليل لأهل الصوفة في عملهم على ترك ما سواه وإقبالهم به عليه، إذ أن ذلك ينال به حسن الحال في الحال والمآل. في هذا دليل لأهل الصوفة يعني الصوفية في عملهم على ترك ما سوى الله وإقبالهم به عليه، وإقبالهم بالله على الله، مش إقبالهم بالله بعملهم على الله، لا، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنهم خرجوا للنبي يريدوا أن يصلوا إلى الله فأعرضوا عن كل ما سوى الله. فهمتني إزاي؟ فده دليل على إعراضهم عن كل ما سوى الله فأقبلوا عليه. وعشان كده راحوا لسيدنا الرسول قالوا له: إيه، إحنا جايين لك تخبرنا عن شيء نخبر به من وراءنا ويدخلنا الجنة، كويس؟ يبقى هم خارجين لله. الوجه الحادي عشر: قولهم يا رسول الله فيه دليل على أن هذا الوفد كانوا مؤمنين حين قدومهم، لأنه لو كانوا غير مؤمنين حين قدومهم لم يكونوا ليذكروا هذا الاسم، ما كانوش يقولوا يا رسول الله، فكونوا قالوا يا رسول الله دليل أنهم مؤمنين، جايين مؤمنين، ولا ذكروا غيره من الأسماء. الوجه الثاني عشر: فيه دليل على التأدب والاحترام مع أهل العلم والفضل والصلاح والخير، وأن ينادوا بأحب أسمائهم إليهم، لأنهم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم بحب أسماء إليه وأعلاها، وذلك من التأدب منهم معه والاحترام له. يبقى تقول يا رسول الله مش تقول يا محمد زي أجلاف الأعراب، ده شغل أجلاف الأعراب دول اللي ما كانوش يعرفوا للنبي فضل ولا لأهل الفضل فضل، فيبقى تقول له يا رسول الله، يا سيدي، يا رسول الله، يا قرة عيني، تقول له أي حاجة كده تدل على أنك أنت بتوقره وتحترمه وعارف فضله. فهمت؟ ندينه بأحسن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. يبقى ما تناديش النبي، إذا كان ربنا بيقول في نساء النبي لستن كأحد من النساء، يبقى النبي ليس كأحد من الرجال وليس كأحد من الرسل، ده سيد الرجال وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق. شو الآية مش بتقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء؟ ليه ليس كأحد من النساء؟ عشان دول زوجات الذي ليس مثله أحد اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتنالوا هذا الشرف لارتباطهم بعلقة بهذا النبي الكريم، وإحنا نلنا برضو شرف إننا كنا خير أمة أخرجت للناس لارتباطنا بهذه العلقة، واخد بالك، بهذا النبي الكريم. يبقى لازم نوقر هذا النبي في كلام معه والكلام عنه، سواء تتكلم معاه مباشرة أو تتكلم عنه في غيبته صلى الله عليه وسلم. ولما تقف كده أمام قبره الشريف كأنه بالضبط بتواجهه في حال حياته، لأنه يسمعك ومطلع عليك وعارفك وانت جاي وقبل ما تيجي، لأن لا يصلي إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل إنسان حتى لو ما صلاش على النبي في غير الصلاة فأنت بتصلي عليه في الصلاة، في الصلاة إلا وفيها صلاة على النبي وفيها سلام على النبي على طول، السلام عليك أيها النبي، في كل صلاة. والنبي يبلغ فلان ابن فلان من أمتك يسلم عليك، يرد عليك، يصلي عليك. فشوف أنت قبل ما تروح تزور النبي هناك في المدينة المنورة صليت كم مرة عليه وسلمت كم مرة عليه، فعارفك، عارفك كده وعجنك وخبزك وعارف اسمك وعارف اللي وراك واللي قدامك وعارف كل حاجة. فلما تقعد بقى قدامه كده كلمه بقى كلم من يعرفك، واخد بالك، وتكلمه باحترام، لأن من زاره في قبره بعد وفاته كأنما زاره في حال حياته. وكل زائر للنبي له شفاعة مخصوصة غير شفاعة اللي ما زاروش النبي.
لان امته كلها هيشفع فيها. لكن في شفاعات مخصوصه، في شفاعه مثلا اللي يسمع المؤذن ويدعي له بالدعاء المشهور باب الاذان، ده ليه شفاعه. وفي شفاعه ثانيه برضه للي بيكثر من الصلاه عليه والسلام عليه، وليه شفاعه للي بيحب حب زائد ازيد من يعني من غيره كده، باين عليه كده انه دايب في النبي دوب، دوبني دوب. مش الراجل قال دوبني دوب لما دب في النبي؟ قال كده، دب في النبي فعلا. فلما دب في النبي بقى قاعد طول النهار يغني، واخد بالك؟ يبقى الحاجات دي كلها. وبعدين اللي يزور النبي في المدينه ليه برضه شفاعه زائده. يبقى كل واحد وهكذا، تلاقي الشفاعات تتعدد يوم القيامه. يشفع لك مع مجموع المسلمين، ويشفع لك عشان كنت بتدعي الدعاء بعد الاذان، ويشفع لك عشان بتصلي عليه، ويشفع لك مره ومره ومره. كل ده ترقي، كل شفاعه بترقي، كل شفاعه ترقيك اعلى. فهمت بقى؟ يبقى لازم نتادب مع النبي. والناس اللي مش متادبين مع النبي ويدعوا ان هم اتباع للنبي لازم يتعلموا الادب الاول، كيف يخاطبوا الكبراء ويخاطبوا اهل الفضل. لأن من لم يعظم شعائر الله يبقى ده كفر، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. إذا كان لو الواحد ما احترمش الكعبة بيعتبروها كفر، نص العلماء على ذلك، عدم احترام الكعبة كفر. يعني لو واحد مثلا الكعبة إيدي حجر كده وبتاع، يا عم أروح أعمل إيه، أطوف أنا جنب حجر ولا بتاع، يا شيخ كده أروح كده أبول هناك عليها، لو قال كده كفر. ودي كعبة حجر، والنبي بص للكعبة قال إن حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. يا خبر بقى، المسلم عند الله أشد من الكعبة، وإحنا طول النهار قاعدين نهزق بعض ونشتم بعض ونتف في وش بعض. شفت تفيت أنت في وش كم كعبة، وهزقت كم كعبة، وشتمت كم كعبة، ويا ريت هي كعبة بس، ده أشد من الكعبة. ده المسلم العادي، فما بالك الأولياء من المسلمين، فما بالك صحابة النبي، فما بالك النبي صلى الله عليه. عشان تعرف الحرمات بس ازاي بتتعدد. فيبقى اللي يجي يتكلم على النبي لازم يعرف انه بيتكلم على حاجة يعني فوق الوصف، لا يدرك مدى إلا ربه. يقولوا عليه الكنز المطلسم والبحر المطمطم صلى الله عليه وسلم. الكنز المطلسم يعني محدش لسه عارف قيمة هذا الكنز، ما زال متلصما. والبحر المطمطم احنا واقفين على ساحله ولسه لم ناخد فيه. وبعض الاولياء دخلوا في البحر ده غرقوا وما جوش، حتى عشان يقولوا لنا هم شافوا ايه ولا قالوا ايه. فانت ازاي؟ علشان كده بيختصروا مقام النبي، يقول لك ايه، الكنز المطلسم والبحر المطمطم صلى الله عليه واله وسلم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلوم. أقصى حاجة تعرف إنك أنت شفت النبي في المنام، أقصى حاجة تعرف. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الشمس كده تلاقيها قرص مدور منور، ولكن في حقيقتها أضعاف أضعاف حجم الأرض، وما تقدرش تفتح عينك لما تقرب لها. حتى وأنت على الأرض ما تقدرش تفتح عينك فيها. الوجه الثالث عشر قولهم إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام. هذا الشهر هو شهر رجب الأصم، يسموه شهر رجب الفرد أو الأصم، شهر الله الأصم. فيه دليل على تعظيم هذا الشهر وفضله، إذ أن الله عز وجل جعل له حرمة منذ كان في الجاهلية وفي الإسلام. يا إن ربي لطيف لما يشاء. يبقوا عالم جاهليين ما يعرفوش حاجة، جهلة بيسجدوا للأصنام، لكن ربنا يريد إن هذه الشهور تعظم، تفضل تعظم حتى وعند الجاهلية. شفت إن ربي لطيف لما يشاء إزاي؟ فعز عصور الجهل المدقع اللي كان بعضهم يعمل صنم عجوة يسجد له لما يجوع ياكله، يقوم يعظم الشهر، قاهر فوق عباده، قاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه يشيع في الجاهلية حرمة هذه الشهور ويخلي العالم الجهلة دي تحترم هذه الشهور، شيء عجيب. لا عندهم نبي قال لهم ولا توارثوها كده، عندهم كأنها فطرة غريزة فيهم.
فده شيء عجيب علشان يبين لك ان الله قاهر فوق عباده. الوجه الرابع عشر فيه دليل على عظم قدرة الله عز وجل، لأن الجاهلية قد عظمت هذا الشهر ولم تدري لماذا عظمته إلا أن ذلك وقع في نفوسها ففعلته، والمؤمنون عظموه لأجل إعلامهم بحرمته، فأيد القدر ما شاء كيف شاء، مرة بواسطة ومرة بغير واسطة. الوجه الخامس عشر فيه دليل على لطف الله تعالى بجميع خلقه ورأفته بهم كانوا مؤمنين أو كافرين، لأن إلهام الجاهلية لتعظيم هذا الشهر حتى يرفعوا فيه القتال ويسلكوا فيه السبيل حيث شاءوا آمنين لا يعترض أحد أحدا، لطف منه عز وجل ورحمة بهم في هذه الدار. يبقى ده لطف من الله حتى بالكافر، إن يوقع في صدرهم تعظيم هذا الشهر يقوموا ما يقتلوش بعض، يقوموا يأنسوا في هذه الشهور فيتاجروا ويسافروا وياخدوا راحتهم شوية يشموا نفسهم، فدي برضو من رحمة الله حتى بالكفار ومن لطف الله. إن الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، شوف كده بعباده يعني عامة. الوجه الثالث عشر فيه دليل على أن كل من جعل الله فيه سرا من الخير وألهم أحد إلى تعظيمه وحرمته عادت عليه بركته وإن كان لا يعرف حقه، لأن الله عز وجل قد حرم هذا الشهر وجعل له حرمة يوم خلق السماوات والأرض، فلما ألهم هؤلاء تعظيمه مع كونهم جاهلين بحرمته عادت عليهم البركات التي أشرنا إليه. يعني بالرغم أنهم جاهلة بسبب تعظيم الشهر ده، إلا أنهم لما عاملوا هذه الطاعة مع الجهل بها عادت بركتها إليهم، فكانت سببا لإيه؟ لهجرتهم للنبي وذهابهم إليه واللقاء به والتلقي منه مباشرة. يبقى الواحد لما يعمل الطاعة حتى وهو جاهل بيها برضو مسيره ينالوا بركة من بركته، ينالوا. وعشان كده تذكر ربك حتى ولو أنت عندك غفلة أحسن ما تذكروش خالص، تصلي وأنت سرحان أحسن ما تبطل الصلاة خالص. ما هو في ناس كده يقولك أصلا ما بتصليش ليه، يقول لك اصل كل ما بصلي الاقي نفسي سرحان، يروح مبطل الصلاه. لا، صلي يا عم وانت سرحان احسن ما تترك الصلاه خالص، هينالك برضو بركتها مسيرك كده. في يوم من الايام ربنا يمن عليك ويرقيك وياخد بايدك من اللي انت فيه، لكن تظل تترك الباب، ومن طرق الباب لابد ان في يوم من الايام هيتفتح. الوجه السابع عشر قوله بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي إن هؤلاء الكفار يقطعون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستطيعون المجيء إليه بسببهم إلا في الشهر الفرد الذي يرتفع فيه القتال، وفيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا كان أو مندوبا، لأنهم ذكروا العذر الذي يمتنعون بسبب من المجيء إليه وبينوه، كأنه هم بيبينوا عذرهم للنبي، ليه إحنا ما بنقدرش نجي لك طول السنة، يعني كأن بيقولوا له احنا عايزين نجي لك كل يوم بس احنا مش عارفين نجي لك معلش الا الشهر ده، علشان اعتذار لطيف علشان يبينوا ايه سبب تقصيرهم في عدم المصارعة بالمجيء قبل هذا. الثامن عشر في هذا دليل لما قدمناه من ان هذا الوفد كانوا مؤمنين لانهم سموا مضر كفارا، فلو كانوا غير مؤمنين لما سموهم كفارا، طبعا واضحة دي. التاسع عشر فيه دليل على أن التوفيق تخصيص بالقدرة ولا يؤثر فيه قرب النسب ولا قرب المكان، يعني التوفيق ده تخصيص من الله لمن شاء من عباده، يدي لمن شاء، ملوش دخل بالنسب ولا ليه دخل لقرب المكان ولا قرب الزمان، دي مسألة توفيق محض، توفيق من الله. كويس، يبقى ده اسمه التوفيق تخصيص بالقدرة ولا يؤثر فيه قرب النسب ولا قرب المكان ولا قرب الزمان، لأن قبيلة مضر أقرب من النبي منهم، وبالرغم من كده مضر ما استفادتش وربيعة استفادت وهي أبعد لتوفيق الله، فتوفيق الله مش مرتبط بزمان، بقرب زمان أو قرب مكان، واخد بالك؟ وقبيلة مضر أقرب لقريش من ربيعة، والنبي قرشي، وبالرغم من كده ربيعة استفادت قبل مضر، واخد بالك؟
لأن قبيلة مضر أقرب فمنعوا وقبيلة ربيعة أبعد فأسعدوا. ولهذا قال الجوزي رحمه الله: لو كان الظفر بالهياكل والصور ما ظفر بالسعادة بلال الحبشي وحرم أبو لهب القرشي. أبو لهب ده عم النبي، وبلال حبشي، فين الحبشي من القرشي؟ وفين الرومي صهيب الرومي من الوليد بن المغيرة العربي القرشي اللي يفهم، اللي كان حكم من حكام البلاغة، مش كان بليغ عادي، ده كان حكم كده يقعد في سوق عكاظ تعرض عليه المعلقات ويبدي رأيه ويقول لك ده ياخد الأول وده ياخد الثاني ودي تعلق في الكعبة، يعني راجل خبير باللغة. وهو أحسن وصف للقرآن سمعناه من كافر سمعناه من الوليد بن المغيرة، وبالرغم من كده ما أسلمش، عشان تعرف ان الحكاية مسألة توفيق من الله بس، وانت هو ما بتفهمش حاجة في العربي ومسلم، صح ولا لا؟ ما تعرفش حتى تقرأ الجورنال صح ومسلم. والوليد بن المغيرة كان من أبلغ العرب وما عرفش يدخل في الإسلام، عشان يعرف محض توفيق الله بس، ان ده توفيق من الله عز وجل. الوجه العشرون قولهم: فمرنا بأمر فصل أي قطع لا نسخ بعده ولا تأويل، وذلك حذرا منهم لئلا يحتاجوا في أثناء السنة للسؤال أيضا والتعليم فلا يجدون سبيلا إليه لأجل العذر الذي كان لديهم. وفيه دليل على طلب الإيجاز في التعليم مع حصول الفائدة فيه، وهو من الفقه والتيسر. الوجه الحادي والعشرون قولهم: نخبر به من وراءنا. فيه دليل على جواز النيابة في العلم، يعني فيه يجوز انك انت تنيب غيرك يتعلم ويرجع يبلغك. الوجه الثاني والعشرون قولهم: وندخل به الجنة. فيه دليل على انه يبدأ اولا في السؤال عن امر ما عن امر بما هو الآكد والاهم، لانهم سألوا اولا عن الامر الذي يدخلون به الجنة وهو الاهم، ثم بعد ذلك سألوا عن غيره عن الآنية، يعني سألوا الأول عن اللي دخلهم الجنة وبعدين سألوا عن الآنية، فسألوا الحاجة الأول مهمة وبعدين سألوا على الأقل أهمية. الوجه الثالث والعشرون وهو الأخير في هذا اليوم، فيه دليل على أن الأعمال هي الموجبة لدخول الجنة، ولا يظن ظان أن هذا معارض لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته، لأنهما لا يتنافيان ولا تعارض بينهما. يعني أصل القرآن ساعات يقول لك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون مثلا، وبعدين النبي يقول لا يدخل أحد الجنة بعمله، هل في تعارض يعني ولا ما فيش تعارض؟ فالجمع بينهما أن يقال الحديث الذي نحن بسبيله خطاب للعوام اللي هو بيهتم فيه بالعمل، ده خطاب للعوام لأنه مقتضى الحكمة، وعادة الله تعالى أبدا إنما يخاطبهم بما تقتضيه الحكمة، الحكمة اللي هو تسبب الأسباب على المسببات والمسببات على الأسباب، اللي هو الترتيب المنطقي للأمور، دي اسمها الحكمة. فربنا تملي يخاطب العوام بالحكمة: مريض يا عبدي، طب إني خلقت لكل داء دواء فخذ الدواء، يدل على الحكم، يدل على الأسباب، فهم؟ جاهل يا عبدي، إذن أطلب العلم من أهل العلم، اتبع سبيل من أنب إلي، فهم؟ عطشان يا عبدي، خلقت لك الماء فيه الري، اذهب إلى الماء فاشرب ترتوي، في حين أن اللي بيروي ربنا في الحقيقة، لكنه تملي يخاطبه بالحكمة، كويس؟ إنما يخاطبهم بما تقتضيه الحكمة، أصل في حاجة اسمها الحكمة والقدرة، ساعات يقول لك بيكلمك بالقدرة يعني بكون ما يكون بلا سبب يعني، والحكمة اللي هي الأسباب، يبقى الحكمة الأسباب أي اختباء القدرة في السبب حتى يحجب بالسبب الكافر ويتعبد المؤمن بالإيه؟ بالسبب. واضح؟ هذه الحكاية لازم، ما لو كانت عاملك بغير أسباب مباشرة كده ما كانش يبقى فيه كافر ولا مؤمن، كان الكل يبقى مؤمن. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خبأ قدرته في الأسباب ليتعبد المؤمن بالغيب الله بالأسباب مع ركون قلبه إلى الله، وليحجب الكافر بالسبب فيظن أن السبب فاعل فيموت
على ما عليه من كفر. فهمت؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يحجب من يحجب ويوصل من يوصل. فتلاقي المسلم بياخد بالأسباب والكافر بياخد بالأسباب، بس المؤمن ياخد بالأسباب تعبدا غير معتمدا عليه، والكافر ياخد بالأسباب معتمدا عليها ظنا أنها فاعلة. فهمت؟ لكن المؤمن ياخد بالأسباب تعبدا ويعلم في قلبه أن الفاعل هو الله. أدي الفرق بين المؤمن وبين الكافر. وعادة الله تعالى أبدا إنما يخاطبهم بما تقتضيه الحكمة، اللي هي الأسباب، الأخذ بالأسباب، أدي معنى تقتضيه الحكمة. والقرآن بذلك ملآن، فمن ذلك قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، إلى غير ذلك من قوله تعالى بما عملتم، بما كنتم تصنعون، بما كسبتم، بما أسلفتم، بما كنتم تفعلون، إلى غير ذلك، وهو كثير. والخطاب في الحديث الآخر اللي هو لا يدخل أحد الجنة بعمله، بيكلم القلوب. يبقى لما النبي بيدل بالعمل بيكلم الجوارح، الهياكل. ولما يقول ان ما حدش هيدخل الجنة بعمله بيكلم القلوب، لان الانسان جارحة وقلب، ظاهر وباطن. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء للانسان كله على بعض، فوجه الجوارح والهياكل بالاخذ بالاسباب، يقول له احرص على ما ينفعك، ثم توجه للقلوب وقال واستعن بالله، وتوجه لأهل الحقائق ان ربنا سبحانه وتعالى فضله لا يحتاج لعلة، يقوم يقول له ايه ولا تعجز. يعني ما تجعلش علمك ان الله علمه قديم يعجزك وتقول ما هو لو شاء يخليني انا اهل الجنة يخليني، تقعد ما تعجز. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاث جمل دي كلم كل طوائف المسلمين والانسان بجميع مراحله، احرص على ما ينفعك يعني خد بالاسباب بمقتضى الحكمة، واستعن بالله يعني اعرف ان الاسباب مش هي الفاعلة، ده الفاعل هو الله بمقتضى الحقيقة، ولا تعجز بمقتضى علمك بالحقيقة، فلا تركن. واضح؟ كلام نبوي جميل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعايز يعلمك ازاي تواجه الحياة والوجود وتتعامل معه غير ايه؟ غير مفتون بالوجود، بل متعبد بالموجود، متعبد بالموجود لتعبد رب الوجود، شغلانة. فلا يحجبك الكون عن المكون، فلا يحجبك الكون عن المكون. الأوروبيين والكفار يعني، والنهضة الأوروبية كلها لما قامت بفصل الغيبيات دي عن الوجود، واعتبروا ان الحس هو مصدر العلم بس، الحس بس. وعشان كده هم بيبصوا للأشياء بعين واحدة، أو ماشيين برجل واحدة، فعندهم عرج أو عندهم حول. لكن المسلم بيبص للأشياء بعينتين، عين بالوحي وعين بالوجود، علشان كده على بصيرة. فرق بين الأحول وفرق بين إيه اللي على بصيرة، فرق بين اللي بيمشي على رجلين اتنين متزن واللي بيمشي أعرج بيتنطط. وعلشان كده تلاقي الحضارة الغربية كلها حضارة عرجاء، وكل مدى ما يبان ان هي حضارة جاءت لفناء العالم ولم تأتي للعمارة، بل جاءت للفناء. لكن شوف انت المسلمين لما قادوا العالم على مدى 10 قرون، كان العالم كله ما فيهوش حاجة اسمها تلوث بيئي، ما كانش فيه حاجة اسمها امراض لان كنا نسمع عنها، كانوا ماشيين على بصيرة. ليه؟ وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى اول حاجة قال لك ايه؟ الذين يؤمنون بالغيب اللي هو الوحي، ويقيمون الصلاة. هم بقى ما عندهمش الوحي ده، ما عندهمش الغيبيات، فيبقى خدوا العلوم من الوجود، والوجود والحس يخدع. انت تبص للقمر تلاقيه منور وحلو كده وجميل، لكن حقيقته مظلم وحفر وموحش وكل حاجة. يبقى الحس يخدع ولا ما يخدع؟ تبص تشوف القمر منور تفتكره جميل، لدرجة ان لما تشوف واحدة حلوة تقول لها انت زي القمر، هي في الحقيقة لو هي زي القمر ما كنتش بصيت لها أصلا، هتلاقي كلها أخاديد وكلها قرف ومظلمة. ليه؟ لأن الحس يخدع عن الحقيقة. فهمت إزاي؟ وبعدين تظن أن القمر صغير في حين أنه كبير، تمن حجم الأرض،
وانت تفتكره حاجة صغيرة، يبقى الحس يخدع ولا ما يخدعش؟ تبص كده، تبص لقي السماء طبقة على الارض، او التقت السماء بالبحر. اما تروح هناك في اسكندرية تقعد تلاقي السماء قبل البحر، فتفتكر ان ايه، ان الارض مسطحة والسماء دي الحس. يبقى الحس يخدع ولا ما يخدعش؟ يخدع. يقوم يجي العقل يظبط الحس. العقل نفسه ممكن يخدع، العقل بقى يخدع. يخدع ليه؟ لان داخل معاه الهوى، وداخل معاه ان العقل نفسه عبارة عن لطيفة ربانية بتتأثر بالخبرات، والخبرات دي تتفاوت فيها الاعمار وتتفاوت فيها الناس. يبقى الحاجة المعقولة النهاردة تبقى معقولة بطريقة تانية بكرة، معقولة بطريقة رابعة مش هنخلص. يوم يجي الوحي من الله يعصم العقل من الزلل. يبقى العقل يصحح الحس والوحي يصحح العقل. شفت بقى احنا حلوين ازاي المسلمين؟ المسلمين حلوين لان عندهم اللي يصححوا فيه مسيرتهم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ بيقول او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. يبقى التاني ماشي مضلم في ضلمة، مغمض عينيه وايه، وبياخد الحس بس. والمحققون، والخطاب في الحديث الاخر لاهل الخصوص اللي هم نظروا ايه لايه للقدرة. ان الله سبحانه وتعالى في بداية الخلق قبض قبضة للنار وقبضة للجنة، خلاص نظر بقى للقدرة، ما نظرش للحكمة. دول اهل الخصوص. بس اهل الخصوص اللي ينظروا للقدرة ويتركوا الحكمة مطلقا انحدر من الخصوصية الى الكفر الزندقة. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده من تحقق ولم يتشرع فقد تزندق. وعلشان يفضل من اهل الخصوص لازم يعطي كل ذي حق حقه، يعطي للهياكل والصور التعامل مع الاسباب للحكمة، ويعطي للقلوب التعامل مع الله بالقدرة. فيعطي كل ذي حق حقه فيفضل من اهل الخصوص. واضح؟ يبقى النبي لما قال لا يدخل احد من الجنة بعمله، بيكلم اهل ايه؟ اهل الاعمال الا يركنوا. واضح؟ ولما قال للناس ايه؟ استعن بالله ولا تعجز، بيكلم اهل الحقائق حتى لا يكلوا عن العمل. يبقى النبي بيكلم اهل الحقائق بكلام، ويكلم اهل الاعمال بكلام. اهل العمل المنهمكين العباد يقول له اوعى تغتر بعبادتك دي، ما تفتكرش انك هتدخل بعبادتك، لحسن يقابل رب ويقول له وسعوا واستعوا الجنة، انتوا ليه مش فاتحينها؟ انتوا تعرفوش ان انا صمت 100 سنة وحجيت 70 حجة وبنيت 20 جامع؟ انتوا ايه ده؟ ده جاي بقى ايه شجيع السيمة؟ لا، ما يصحش تقابل ربك كده، تقابله مفتقر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اهل العبادة فدلهم على الحقيقة حتى لا يفتنوا بعبادتهم ويركنوا اليها ويصير عبد العبادة مش عبد المعبود. يبقى عبد العبادة عبد العمل، وانت العمل بتعمله وسيلة وليس مقصود لذاته. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيظبط كل واحد على قدر فهمه صلى الله عليه وسلم، لانه قال للناس كلها